بسم الله الرحمن الرحيم. مروحة جديدة اسمها الشامي، هاي الليبل مالتها النشرة، فحبينا نوضح لأنه حاطين لها كارت جديد ما شافه الأول مرة. هذا الكارت هسه راح نشرح عليه بالتفصيل. الكارت هذا حاطين له دائرة حماية لفيوز، هذا أنا لاغيها هسه مؤقت، خليت له فيوز هذا النوعية لفيوز زجاجي، وبي الفيروستر هذا باعشة مفجورة ومسخمة، حتى المكثف هذا لاحظوا شلونه، هذا مفجور فزين، يعني هيك كارت بخلي دائرة حماية كل زين يعني. الربط مالته اذا تلاحظون هذا كارت انارة للدات، واللدات مالته عندنا هاي المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة، هاي اربع مجموعات للدات ماخذين لها. اذا نشوف هنا البولتية مالتها، هذه الفولتية هنا ماخذين لها مباشر، ماخذين لها 220 هاي زين عيني، ماخذين لها 220 زين. نجي على الربط مالها، هاي طبعا الكيبل هذا رايح وين؟ للنشرة مالته، هاي النشرة مالته، هاي في شكل الكيبل مالته. المكثف ما مخلينا بالكارت، مخلينا مكثف منعزل، هذا المكثف منعزل، وايرات السود ملاته ذني. نشوف الخريطة مالته، السرعة الأولى والثانية والثالثة، الأزرق رقم واحد، إذا تشوفونه الأزرق رقم واحد اللي هو هذا سرعة أولى، سرعة ثانية، سرعة ثالثة. هذا الأصفر للسوينج للمعطور التدوير. هاي تغذية 220، كاتب لك اي سي، هذا الازرق اي سي، وهذا الخط الثاني المشترك مالته. هذين المجموعة كل الوايرات اللي جايات كلهن رابطك اياهن مشترك هنايا، فالربط ماله كل السهل ما يراد لأي اشكالية، فحبينا نوضح لكم طريقته. هسه احنا راح نصلحه، هسه بدلنا الفيوز اشتغل، بس شنو الترميش مالته. اكو ناس يقول لك شنو فائدة السيريس، شلون يكشف لنا العطل؟ هسه راح اشوفكم شلون السيريس يكشف لنا العطل. لاحظ هنايا هسه اشتغل على السيريس، بس شنو الملاحظة؟ الملاحظة اكو شورت، لاحظ اكو شورت بس تشتغل مروحة، اذا تعطيها كهرباء راسا يضرب عندك الفيوز، فاذا شو نسوي؟ نبدل الفايرستر هذا المضروب ونعطيها كهرباء ونشوف شنو المشكلة راح تصير. لاحظ بدلنا الفايرستر، وهسه شوفوها على 110 تشتغل بدون ترميشة، يعني الجلوب مستقر. راح نعطيها 220، لاحظ هسه اشتغلت على 220، لاحظ المروحة كلش قوية. فحبينا نوضح لكم فائدة السيريس وطريقة تصليح مثل هاي النوعية من المراوح، وشكرا لكم.